الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش يكشف عن عمق المأساة السورية ويقول أن 90% من السوريين يعيشون في فقر، وأكثر من 5 ملايين سوري يعيشون خارج سيطرة النظام بحاجة لمساعدة إنسانية. فريق منسقو استجابة سوريا يحذرون من كارثة إنسانية بعد توقف 18 منشأة طبية تخدم 1.5 مليون شخص شمال غربي سوريا نتيجة لتوقف تمويلها من الجهات المانحة. قوات النظام تستهدف بلدات الموزرة والفطيرة وسفوهن وفليفل في ريف إدلب الجنوبي بالمدفعية الثقيلة وفق ما أفاد به مراسل حلب اليوم. وفد روسي يعقد اجتماعا مع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة عين عيسى شمالي الرقة لمناقشة فتح قنوات تفاهم بين قسد ونظام الأسد في مجالات الثروات الباطنية والكهرباء والزراعة وفق شبكة عين الفرات. قوات سوريا الديمقراطية تداهم مقرات اللواء 93 التابع للنظام في بلدة عين عيسى شمالي الرقة بحثا عن أسلحة مسروقة، وتعتقل ضابطا برتبة مقدم وأربعة عناصر وفق وكالة زيتون الإعلامية. مقتل 3 عناصر من المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد إثر هجوم شنه عناصر تنظيم الدولة استهدف حاجزا لهم في بلدة الكشمة بريف دير الزور الشرقي وفق شبكة فرات بوست.